لم يدع الأردن الذكرى الثانية لاستشهاد طياره معاذ الكساسبة تمر مر الكرام، فالطيران الأردني دك مواقع لتنظيم داعش جنوب سوريا، مما أسفر عن مقتل عدد من مسلحيه، كما دمرت مستودعات لذخيرته وثكنات وآليات عسكرية خلال الضربات التي شنتها ليلة الجمعة على مواقعهم، وسط تساؤلات حول دوافع المملكة لشن هجمات في هذه الفترة تحديدا، وهل ما زالت هناك تهديدات تدق ناقوس الخطر على الأردن. كاميرا الحقيقة الدولية استطلعت آراء المواطنين في هذه التهديدات إن وجدت أم لا، في ظل الضربات الجوية التي قامت بها القوات المسلحة بدك معاقل التنظيم، والذين أكدوا أن ثقتهم العالية بالقيادة الحكيمة والقوات المسلحة تمنع تلك التهديدات التي تواجه الأردن في الداخل والخارج. بالتأكيد يعني هنالك تهديد واضح إلى الأردن وأمن الأردن وحدود الأردن، لكن احنا كلنا ثقة بقيادتنا وكلنا ثقة بقواتنا المسلحة المرابطة على الحدود، يواصلون السهر ليلا ونهارا من أجل حماية الوطن ومنجزات الوطن، وسنقف جميعا صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة، ضباطا وجنودا وضباط صف، نحن الخط الثاني خلف قواتنا المسلحة من أجل حماية الأردن. نحن بحالة حرب منذ سنة 90، مش من اليوم ولا من امبارح ولا لبكرة، نحن من سنة 90 ونحن في حالة حرب. المملكة الأردنية في حالة حرب مع الإرهاب، مع الميليشيات، مع الخارجين عن القانون، مع التكفيريين. فنأمل من الله أنه قضايانا حتى الداخلية ما تأثر على أي على حدودنا، وأن نكون داعمين ومؤازرين لحدودنا، وخصوصا بعد الضربات الأخيرة اللي توجهت زي ما يقولوا ثأر لشهدائنا، شهدائنا الأبرار اللي قدموا أرواحهم وأجسادهم واللي حرقوا بالنار من هذه الميليشيات والتكفيريين. بالنسبة للتهديدات ممكن فيه بعض التهديدات من داعش، بس إن شاء الله احنا معروفة الجيش الأردني وقواتنا المسلحة اللي في بالمنطقة الشمالية والبسالة بالجيش الأردني معروفة في الضفة الغربية أيام 48 و67، ولحد الآن ما يقدر تفوت علينا سيارة على الحدود. الحمد لله رب العالمين، احنا امننا موجود وامان بالاردن، بس في بعض اللي هي من دواعش يحاولوا يدخلوا على الاردن وما راح يدخلوا. والله بالنسبه للجانب السوري انا اتحفظ على الحديث هذا، بس الضربات اللي بالكرك ضربات موجعه حقيقه، هذا مش دين يعني عندهم، ولا يخاف الله انسان مسالم ماشي تضربه وتطخه. الاسلام لا يحث الا بحرب، المدنيين اللي يقتلهم والشجر يقطعوا، فهذا كلام يعني أنا ما بصل لدرس العالم أني أكفر، بس لا يجوز شرعا أعمال داعش. الأردن طبعا جزء من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، والأردن يعني بآخر ضربات لسلاح الجو الأردني كان بتصريح الجيش أنه ثأرا أو في ذكرى شهدائنا، قام الجيش بطلعات جوية وقصف مواقع لمعاقل التنظيم الإرهابي داعش، الآن أوقع قتلى واستخدمت طائرات بدون طيار. يعني هذا ضمن سلسلة من هجمات أو الضربات الجيش الأردني لدك معاقل الإرهابيين. التهديدات هي كانت موجودة، ولكن أزال الخطر نهائيا إن يومين أو ثلاث أيام نحن منطقة حدودية في منطقة الشالة شعرنا بالقصف الأردني فعلا 100% وهي حقيقة على داعش بالأراضي السورية، ونسمع شديد والطيران كنا نسمعها طول الليل اللي هو أول امبارح واللي قبله. سيدي احنا ثقتنا عالية بسيد البلاد والأجهزة الأمنية وحرس الحدود، ونحن نحمد الله على نعمة الأمن والأمان، لكن بتعرف يعني ما انخليت بليت، لكن نطلب تكاثف الشعب الأردني وتماسكه وصلابة الشعب الأردني هو الحصن المنيع في رد أي اعتداء يحصل على هذه الأمة. لا ما بتوقع في تهديدات من الجانب السوري، لكن هي العملية عملية الفئات والإرهابية الضالة اللي هي يعني زعزعت وخلخلت في كل أنحاء الوطن العربي، وإحنا في الأردن يعني أطول شريط حدودي على الجانب السوري الحدود الأردنية، فإحنا كلنا ثقة بالله عز وجل وجلالة سيدنا وجيشنا وقواتنا الأمنية على وعيهم وحرصهم على أمن البلد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نحن بالأردن يعني اليوم مطالبين أن نكون يعني نقوي جبهتنا الداخلية ونواجه التحديات المحيطة في الإقليم، ولا شك أنه هاي التحديات دخلت يعني حتى داخل الجبهة الداخلية أو داخل الوطن، وهذا الإشي جزء يعني كان له ردة فعل رائعة جدا من الشعب الأردني، وقوفه جنبنا لجنب مع قيادته مع قواته المسلحة اللي احنا مؤمنين تماما وثقتنا مطلقة في هاي القوات. واحنا كثير يعني في بعض اللقاءات حكينا انه احنا كنا مشاريع استشهاد انه ندافع عن الوطن، الوطن يعني راح يدافع عنه ابناء اكيد، فاي خلل او اي تحدي او اي تهديد للمصلحة الداخلية او لتراب هذا الوطن اكيد يعني احنا راح نكون خلف الاجهزة الامنية وخلف قواتنا المسلحة وخلف هاي التوجهات اللي احنا يعني بعض الناس يعني بيستغرب هاي التدخلات او انه كيف انه بنواجه الجهات المتطرفه.